مشاهدي جمهور النادي الاهلي في كل مكان، زي ما بنقول اجواء خاصه وتركيز كبير بالنسبه للنادي الاهلي قبل انطلاق مباراه الاهلي والنجم اللبناني في دور ال 32. سريعا بينضم لي كابتن احمد الشيخ، واحد من نجوم النادي الاهلي. كابتن احمد، ان شاء الله تكونوا موفقين بالنسبه للمباراه. عايز اتكلم معاك بشكل عام على البطوله العربيه، بتشوف المباراه ازاي؟ قوه الفرق ازاي؟ وكيف ترى مباراه الاهلي والنجم اللبناني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا احنا جايين مركزين ان احنا ان شاء الله نتاهل من هنا، وطبعا المباراه تكون صعبه نتيجه اول مباراه في ارضنا، لكن احنا متعودين طبعا في النادي الاهلي بره ملعبنا جوه ملعبنا اهم حاجه الفوز، وده اللي احنا مركزين عليه، وان شاء الله يكون الفوز حليفنا بكره ونقدم مباراه كويسه ان شاء الله. الحديث مع مستر باتريس، مع كابتن يوسف، الكلام في ايه؟ اللعيبه كمان الكبار بتتكلموا مع بعض في ايه؟ في اختلاف كبير بين البطوله الافريقيه والبطوله العربيه، فشايف البطوله العربيه ازاي والمباراه ازاي كابتن؟ اكيد طبعا الموضوع مختلف. نتيجه المباراه بكره باذن الله اهم حاجه عندنا ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه ونكسب المباراه ونتاهل. مركزين كل اللعيبه والجهاز الفني مركزين ان احنا نقدم صوره كويسه، واللعيبه كلها مركزه ان احنا نتاهل بكره. قفلنا طبعا مباراه افريقيا، وان شاء الله يكون حافز لينا بكره باذن الله، ويكون دفع علينا ان شاء الله في اللي جاي. باخد منك رساله سريعه لكل جمهور النادي الاهلي والجاليه اللي هتحضر بكره باذن الله في المباراه، جمهور هيبقى كبير باذن الله في المباراه، حابب تقول لهم ايه؟ اكيد طبعا جمهور الاهلي في كل مكان بنروح ورانا في كل مكان، بيدينا دفعه قويه طبعا، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نفرحهم ونكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. ربنا يخليك حبيبي.